حديث أكثر حول قرار إقرار مجموعة أوبك بلس تجديد العمل بقرار خفض الإنتاج. يلتحق بنا مباشرة عبر الهاتف الخبير أحمد حدوسي. أهلا بك أستاذ. أهلا، مرحبا. مرحبا بك. بداية، أوبك بلس أبقت على قرار الاتفاقية التي تم إبرامها في 5 أكتوبر في فيينا، والتي تنص على خفض إنتاج النفط. ما هو تعليقكم على القرار؟ فعلا قررت منظمة أوبك وبحلفائها أوبك بلس اتخاذ نفس أو الثبات على نفس القرار الذي تم اتخاذه في 5 أكتوبر لنص على تخفيض الإنتاج بمليوني برميل يوميا. وهذا القرار جاء لعدة اعتبارات وتتحكم في السوق الدولية للنفط. أولها هذا القرار هو أنه اليوم معدل التضخم في العالم بلغ مستويات سياسية بسبب التحفيزات المالية المقدمة من طرف الحكومات الغربية سواء في أوروبا أو أمريكا، أدى بمعدل التضخم للارتفاع خاصة بعد جائحة كورونا. اليوم الحكومات الغربية تعمل العكس ما قامت به في السنتين الأخيرتين، هو سحب الكتلة النقدية كبيرة المتواجدة في السوق، أي ما يعرف في الاقتصاد التشديد النقدي. التشديد النقدي يؤدي إلى ركود اقتصادي، وبالتالي الطلب على النفط يتوقع منظمة أوبك وحلفائها ستتوقع أن بهذا الركود أن الطلب على النفط ممكن ينخفض. كذلك عامل آخر لدفع منظمة أوبك للمحافظة على نفس السعر وهو بين 80 إلى 90 باتخاذ نفس القرار أو تثبيته، أن الصين من خلال السياسة المتبعة وبمكافحة جائحة كورونا أو ما يعرف صفر كورونا يعني جمدت حوالي أو عطلت حوالي 20% من اقتصادها. نعم حدث 20. نعم يعني بالعودة إلى القرار المتخذ من قبل أوبك بلس، كيف سيخدم هذا القرار الاقتصاد الوطني الجزائري؟ نعم، فقط أنه الصين لما خفضت الإنتاج أكيد أن الطلب على النفط ينخفض. اليوم سعر النفط في حدود 80 إلى 90، ومنظمة أوبك وبحلفائها أوبك بلس ترى أنه سعر عادل يخدم الجميع المنتجين والمستهلكين. الجزائر كانت من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2023 قد حددت في الموازنة العامة 60 دولار للبرميل. نعم، وبالتالي 90 دولار يخدم الاقتصاد الوطني، وبالتالي سيكون هناك فائض في الميزانية يوجه لتغطية العجز المتوقع في السنة القادمة. نعم أستاذ حدوسي، في وقت سابق توصل الاتحاد الأوروبي إلى تسقيف سعر برميل النفط الروسي ب 60 دولارا للحفاظ على مصالحها. ما تعليقكم على القرار وكيف سيؤثر هذا القرار الأوروبي على سوق النفط؟ فعلا اجتماع أوبك جاء بعد القرار الذي اتخذته المفوضية الأوروبية للطاقة بتسقيف سعر البترول الروسي في حدود 60 دولار للبرميل. يعني هناك عدة سيناريوهات محتملة لهذا القرار يبدأ من اليوم الاثنين. هل روسيا من خلال التسريبات والمصادر الصحفية تقول أنه ممكن احتمال كبير ترفض هذا القرار وتراه مجحفا في حقها، رغم أن سعر بيع النفط الأورال كان في حدود بين 67 إلى 65، يعني بالتقريب 60 دولار، يعني السعر بالنسبة لها يعني يقارب السعر المتبع أورال. كذلك أنه سعر يغطي سعر يفوق سعر التكلفة ويغطي التكلفة باعتبار أن روسيا تعتبر أكبر دول المنتجة حوالي 10 مليون برميل. كذلك هل صحيح أن الدول الأوروبية تغطقت كلها على تسقيف السعر، لكن هناك تباين داخلي بين الدول وهل تنضبط هذه الدول؟ نعم أستاذ حدوسي، نعم كسؤال أخير وباختصار، هل سنشهد تأثرا في أسعار النفط عالميا بعد قرار أوبك بلس وكذلك الاتحاد الأوروبي من جهات أخرى؟ الذي يحدد الأسعار النفطية 3 عوامل رئيسية، يعني انخفاض معدل التضخم وعودة النشاط الاقتصادي على مستوى العالم، نتحدث عن أوروبا وأمريكا. النقطة الثانية رفع الجائحة أو رفع السياسة المتبعة من أجل مجابهة جائحة كورونا في الصين.
وبالتالي عودة النشاط الاقتصادي إلى الصين أكيد أن الطلب على النفط يرتفع، وبالتالي أسعار النفط ستعود إلى المنحنى التصاعدي. وأتوقع إذا خاصة أن الصين بدأت تفتح شيئا فشيئا قبل نهاية السنة ممكن سعر النفط يقفز إلى أكثر من 90 دولار ويقترب من 100 دولار للبرميل. نعم. نعم شكرا جزيلا لك أحمد حدوسي خبير في الاقتصاد كنت معنا مباشرة، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات.